لا هو زي ما سيادتك اشرت، هو الامور اصلا بمنتهى البساطه، احنا خاطبنا الشركات بناء على ما نشر في بعض المواقع الالكترونيه وفي بعض الصحف التي اشارت الى شركات باسمها وبعينها. فما كان من اداره البورصه هو الاجراء الطبيعي ان نخاطب هذه الشركات بما ورد في هذه المواقع الالكترونيه وهذه الصحف ونحصل عليها على توضيح فيما اثير حولها. وفي هذا الاطار الهدف الاساسي ان المستثمرين والمتعاملين على اسهم هذه الشركات تكون لديهم معلومات تامة ويكون الجميع على قدم وساق عند اتخاذ القرارات الاستثمارية. هذا بالإضافة إلى ما صدر من المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء الذي أوضح بجلاء أن الحكومة تحترم تعاقداتها وأنها ملتزمة بأي تعاقدات تمت في ظل أي قانون من القوانين طالما كانت القوانين المطبقة في ذلك الوقت سارية، وأنها تصون وتحفظ هذه التعاملات طالما تمت بشكل قانوني ولا غبار عليه. فده كان نوع من أنواع الإيضاح الذي كان يجب على إدارة البورصة أن تقوم به ليكون واضحا للجميع وأن يتخذ كل مستثمر قراره طبقا للإيضاحات التي تمت على شاشات التداول بالبورصة. دكتور، هل تتوقع أن يستوعب ويستجيب المتعاملون في البورصة ربما لهذه الإيضاحات من مجلس الوزراء من جهة، ومن ثم دوركم في إيصالها باعتبارها تصريحات حكومية رسمية تمتص حالة الارتباك التي سادت، هل تتوقع ذلك؟ شوف، احنا دورنا في هذا الإطار محدد وواضح أننا نضمن للمتعاملين في البورصة المصرية أعلى درجة من الإصلاح والشفافية. أعلى درجة من الإصلاح أنني ملتزم كرئيس للبورصة أن أي شركة يعني تذكر في أي موقع إلكتروني أو أي صحيفة من الصحف أن نخاطبها بما ورد في هذه المواقع وهذه الصحف حتى تعطينا ردا واضحا يحمي المساهمين ويضعهم في مكان واضح لاتخاذ القرارات، بالإضافة إلى ما ورد من المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء. وفي الآخر في نهاية الأمر قرار الاستثمار وقرار الدخول والخروج في سهم شركة معينة أو غيرها هذا قرار بيطلق للمستثمر، لديه حرية أن يقيم هذه المعلومات وأن يدرسها وأن يتخذ القرار الاستثماري طبقا لما يتراءى له وتوقعاته المستقبلية في ظل هذه المعلومات والبيانات المتاحة. بناء على كل ذلك، هل تتوقع يوم تداول هذه ربما في الجلسة المقبلة؟ لا، أنا ما أتكلمش، أنا عمري في حياتي كرئيس للبورصة ما أتوقع ماذا سيحدث في الغد أو الأسبوع القادم أو الشهر القادم، هذا ليس من دوري كرئيس بورصة، أنا دوري ينحصر في سلامة التعاملات وتوفير أكبر درجة من الإصلاح والشفافية للمتعاملين والمستثمرين في البورصة المصرية، أما ما يحدث غدا أو بعد غد فهذا قرار يحدده المستثمرين طبقا لرؤيتهم في عمليات البيع والشراء طبقا لتوقعاتهم المستقبلية. نعم، يعني أليس من دوركم أيضا إعادة وتطمين المتعاملين وإعادة الثقة إليهم؟ لا بالضرورة، وهذا ما قمنا به بالفعل. ما قامت به إدارة البورصة اليوم أنها وضعت إصلاحات من 3 شركات مهمة على شاشات التداول حتى يعلم كل إنسان ماذا يحدث، بالإضافة للتصريح الذي ورد من المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء. هذا دور منوط بالبورصة القيام به. أما الدور المتعلق بالبيع والشراء فهذا قرار يتخذه المستثمر ولا دخل لإدارة البورصة فيه على الإطلاق.